السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتنا كالعاده من صفحه محل اثاث ثقه. اليوم جبنا لكم غرفه نوم تركيه اللي طلبتوا منا بزاف. الموديلات التركيه، هذه غرفه النوم مصنوعه في تركيا، صناعه اصليه 100%. هذه غرفه النوم اسمها شانيل، كما راكم تشوفوا لارموار لي طاب دو نوي لو لي تاعها لا كوافوز، صناعة جد متقونة. نبدأ بالأرموار تاعها، كما راكم تشوفوا فيها لولاد، فيها لولاد في لابورت غوش تاعها. هاد لولاد اللي كي نفتحو لابورت غوش يطفى وحدو، وثاني لابورت دروات تاعها واش فيها؟ فيها الزجاج تاعها، مراية تاعها فيها بلانسيزيون، فيها ثاني اللوغو تاع شانيل. نقرب لكم هكا باش تشوفوا مليح. كي العادة أثاث الثقة تحاول دائما تقرب للتفاصيل تاع غرفة النوم. تحتها لي بي تاعها كما راكم تشوفوه، واضحة جدا. ومازال تشوفوا أكثر السعر تاعها اللي هو سعر خيالي بالنسبة للغرف المستوردة في الجزائر، سعر كما نقول لك انكومباطابل. هذا هو لولي تاعها، لولي تاعها كابيطوني بالانتيطاش كالعادة، فيها لوغو مكتوب ثاني شانيل. لي ديمونسيون تاعو 1.60 على 1.90 متر. كوفري طاب دو نوي تاعها فيها الليد، فيها لي دو لوغو تاع شانيل. كاين تناسق كبير في الالوان، فيها ان تيروار واسع. وفيها هنايا ان سيستيم تاع طفي الليد وتشعلوها باللمس، ما تكليكيوش، ما فيهاش كليك، فيها غير هكا باللمس برك طفي الضوء وتشعلو تاع الليد. نفس الشيء بالنسبه للطاب دو نوي الاخرى، ثاني فيها باللمس طفي الضوء وتشعلو. القياسات، بالنسبه للقياسات تاع من طاب دو نوي للطاب دو نوي، فيها 2.80 متر. وبالنسبة للقياس تاع الأرموار فيها 2.10 متر. باش ما ننساوش نشوفو الأرموار تاعها من الداخل. الأرموار تاعها من الداخل فيها بلاصة وين دير لاترينغ تاعك، بلاصة هنايا فيها واسعة، فيها ثاني 4 دفات من تحت. هذا من الجانب تاع الجهة اليمنى. نروحو للجهة اليسرى تاعها. الجهة اليسرى تاعها فيها ثاني وين تدير لاترينغ تاعك، ولا ثاني تحط فيها حوايجك، مكان واسع. هنا لاترينغ، هنا دفة واسعة، هنا 3 دفات ثانية واسعين. وكالعادة لي بورت تاع هاد لارمور فيهم سيستيم تاع الفريناج، يعني كي تغلق لابورت، راني غلقتها في لافان تفريني وتنغلق، والولاد بيان سور يشعل. هاد لارموار فيها، نكرر، فيها 2.10 متر. من طاب دو نوي لطاب دو نوي كاين 2.80 متر. لو لي فيه 1.60 متر على 1.90 متر. دركا نروحو لاكوافيز. لاكوافيز جاية ستيل ال كما راكم تشوفو، فيها الليد
هذا هو الليلة تاعها. فيها طروات تيروار اللي واسعين، نفتحوا تيروار باش يبانوا مليح كالعادة بالجليسيير، يعني نفتحوا طريقة سهلة. فيها لوغو تاع شانيل في الزجاجة، وكالعادة فيها سيستم تاع الليد، طفي وتشعل عن طريق هذا الزر اللي ما تضغطوش عليه، باللمس فقط، فقط باللمس. السعر تاع هذا غرفة النوم جد خيالي بالنسبة لغرف النوم المستوردة. توما طلبتوا منا وحنايا كنا ان شاء الله عند حسن الظن تاعكم، ولا راح نكونوا عند حسن الظن تاعكم. سعر غرفة النوم هذه 15,800,000. وثاني درنا لكم كل عادة لو باك بروموسيون اللي فيه بورتمونتو تاع اللوح، تحبوه ابيض تحبوه مارون على حسب الاختيار تاعكم. فيها ماطلة دي ترونت من صنع محلات اثاث ثقة، وفيها بورتمونتو كيلاك العادة ماطلة دي ترونت، بوف تاع الريش، زوج مخايط ومسند، ولو سومي كوفري اذا تحتاجوه اضافي للسومي كوفري تاعها. نوريكم للسومي كوفري تاعها، فيه ان بوني، هذا هو خوتي، هاو لو بوني تاعو، يفتح بالميكانيزم تاعو، واسع اونفير مخدوم بالحديد. درك خوتي نروح نشوفوها رؤيه ليليه. احبابنا انا ولينا، هذه هي الرؤيه الليليه تاعها. كالعاده الليد يبقى شاعل، تحب تطفيه تحب تشعلو، هذه هي الانوار تاعها كيفاش تبان. لي طاب دو لوي شاعلين كالعاده، طريقه اللمس طفيها تشعلها، لاكوافيس تاعها تبان بزاف شابه في الليل. وقف استحال الإشارة فيها 1.20 متر تاع طول. كل عودة خوتي السيستم تاع الإلكتريسيتي تاعها محكم جدا، فيه دي ترانسفو للتوضيح فقط، قاع لي طاب دو نوي تاعها، الارمور تاعها كامل فيها سيستم تاع الكتريسيتي رائع جدا، منظمه بطريقه جد محكمه. نكرر السعر تاع هاد لاشون براكوشي التركيه المستورده من تركيا، موديل شانيل 15,800,000، والنقل متوفر، النقل متوفر ل 48 ولايه. ما عليكم غير تتصلوا بنا عبر الأرقام أسفل الشاشة أو الأرقام في وصف الفيديو، ولا عبر بريد الصفحة. للإشارة فقط الرقم الذي ينتهي ب 46 46، هذاك الرقم تقدروا تتصلوا به عبر الفايبر. كانت معكم أثاث ثقة كالعادة، أثاث ثقة دائما تعودكم بالجديد، وليس هذا الموديل الواحد اللي راح نعرضوه، مازال عندنا موديلات جديدة. ما عليكم غير تبقوا معنا، تابونيو، ديروا جيم، تكومونتيو كالعادة، وأثاث ثقة دائما تعاملكم كعائلة ماشي كزبائن، أنتم عائلة تاعنا ودائما نفرحوكم. طلبتوا ستايل التركي، جبنا لكم ستايل التركي، ومازال جديد إن شاء الله، ومازال ستايل تركي آخر إن شاء الله يعجبكم. نتمنى لكم ليلة سعيدة ولا يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.